أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم يا أحبابي، عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض درسنا الأول في الوحدة الثالثة بعنوان سليمان والهدهد، وهو عبارة عن نص قرآني بيتناول هذا النص النعمة التي من الله بها على سيدنا سليمان. طبعا احنا عارفين يا احبابي ان سيدنا سليمان ابن سيدنا داود عليه السلام، وسيدنا سليمان سخر الله له جيشا من الانس والجن والطير والوحوش. هنعرف يا احبابي مع بعض في درسنا النهاردة سليمان والهدهد ان القرآن الكريم يمتلئ بكثير من القصص لنتعلم منها ونستفيد بها في حياتنا. ومن هذه القصص قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع الهدهد. وطبعا يا أحبابي زي ما احنا عارفين ان القرآن الكريم بيمتلئ بقصص لحيوانات وطيور كثيرة جدا، تمام؟ سيدنا سليمان في هذا النص وفي الآيات اللي موجودة معانا هيلاحظ غياب الهدهد بدون إذن. طيب إلى أين ذهب؟ ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الآيات. لازم في حبة حاجات نعرفها قبل ما نبدأ في الآيات. هنتكلم عن سبأ. إيه سبأ دي؟ هي مملكة في اليمن كانت بتحكمها ملكة اسمها بلقيس. يبقى سبأ دي مملكة في اليمن كانت بتحكمها بلقيس، عشان ده هنعرفه من خلال الآيات معانا. طيب تعالوا مع بعض كده نعرف دعاء سيدنا سليمان. كان سيدنا سليمان دايما بيدعو رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لسيدنا سليمان وسخر له جيشا من الإنس والجن والطير والوحوش. وذات يوم تفقد سيدنا سليمان جيشه فلاحظ غياب الهدهد، فتوعده بالعقاب الشديد إلا إذا جاء بحجة لهذا الغياب. طب تعالوا مع بعض كده نقرأ مع بعض الآيات يا أحبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. بعد ما استمعنا للآيات تعالوا كده نتعرف مع بعض على معاني المفردات. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد يا أحبابي يعني تطلبه عند غيبته. سيدنا سليمان زي ما قلنا كان بيتفقد أحوال جيشه، فلاحظ إيه غياب الإيه الهدهد. طب
مالي مالي لا أرى، لا أرى أي لا أجد. تمام. مضاد الغائبين، أحسنتم، الحاضرين. طيب في هذه الآية، في هذه الآية زي ما قلنا كان بيتفقد سيدنا سليمان عليه السلام جيشه اللي بيتكون من إنس وجن وحوش وطيور. بعد ما تفقد الجيش بعين القائد العارف بكل صغيرة وكبيرة في جيشه، غضب غضبا شديدا لأنه لاحظ اختفاء الهدهد الذي خرج بغير إذن منه. طيب تعالوا نشوف إيه لا يحصل في الآية اللي بعدها. لأعذبنه عذابا شديدا، أعذبنه معناها لأعاقبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني سلطان. هنا مبين سلطان يعني حجة، سلطان يعني إيه أحبابي؟ حجة، مبين واضح وعكسها خفي. طب تعالوا نشوف في الآية هنا بيقول لي إيه. قال سيدنا سليمان عليه السلام سوف أعذب الهدهد أو أذبحه على غيابه إلا إذا جاءني بحجة قوية عن سبب هذا الغياب. طيب تعالوا نشوف الآية اللي بعديها. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طيب مكث أي بقي، عكسها انصرف. أحسنتم يا أحبابي. أحط معناها علمت ما لم تعلموا، عكسها جهلت. يبقى عندي هنا أحط ولم تحط، بينهما كلمتين هم عكس بعض. أحسنتم. يبقى بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضحه. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ زي ما قلنا من شوية دي مملكة فين؟ في اليمن، كانت بتحكمها ملكة اسمها إيه؟ بلقيس. نبأ معناها خبر، نبأ معناها خبر. طب معنى يقين؟ أحسنتم، الأكيد الصادق وعكسها شك. طيب تعالى نشوف الآية هنا بتقول لي إيه. جاء الهدهد سريعا ووقف على مقربة من سليمان عليه السلام وقال له علمت ما لم تعلمه أنت، وجئت بأخبار أكيدة عن مملكة إيه؟ أحسنتم، مملكة سبأ. طيب تعالوا نكمل مع بعض. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طيب تعالوا كده، أوتيت يعني أحسنتم أعطيت من كل شيء ولها إيه؟ عرش عظيم. طب تعالى نشوف الآية هنا بتقول لي إيه. قال الهدهد إني وجدت امرأة تحكم أهل مين؟ سبأ. برافو عليكم. وأعطاها الله قوة وملكا عظيمين ولها عرش عظيم، كرسي ضخم بتجلس عليه للإيه؟ للحكم. تعالوا مع بعض نشوف الآية اللي بعديها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. تعالوا كده مع بعض نتعرف على المعاني اللي موجودة معانا. وجدتها وقومها يسجدون أي يخضعون، كانوا بيسجدوا لمين؟ للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم. طيب هنا زين معناها حسن، مضادها إيه؟ أحسنتم، قبح. الشيطان هنا جمعها إيه أحبابي؟ الشياطين. طيب حد يعرف يفكرني كده الشياطين هنا جمع إيه؟
أحسنتم يا أحبابي، برافو عليكم. جمع تكسير لأن أنا غيرت صورة المفرد تماما، فهي جمع تكسير، أحسنتم. فصدهم عن السبيل، صدهم أي منعهم، مضدها سمح لهم، فهم لا يهتدون. فهم لا يهتدون أي لا يعرفون الطريق الصحيح. والسبيل يعني السبيل اللي هو طريق الحق. السبيل صدهم عن السبيل أي منعهم عن الطريق الحق، تمام؟ طيب تعالوا كده مع بعض نشوف الآيات هنا تقول لي إيه. الهدهد يقول أنه وجد ملكة سبأ اللي هي مين؟ بلقيس، وقومها يسجدون للشمس، فقد أضلهم الشيطان وزين لهم عبادة الشمس وترك عبادة الله سبحانه وتعالى، تمام. الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. طيب تعال نشوف هنا الآية بتقول لي إيه. الخبأ هنا أي النبات من الأرض والمطر من من السماء، تمام. عندي السماوات والأرض بينهما تضاد، أحسنتم. يعلم ما تخفون يعني تسرون، وما تعلنون أي تظهرون. ده لاحظنا هنا تخفون وتعلنون بينهما أحسنتم يا أحبابي، كلمتين عكس بعض، بينهما تضاد، يوضح المعنى ويوضحه، تمام. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. المقصود هنا بالعرش أي أن الله سبحانه وتعالى له ملك واسع. طيب تعال نشوف الآيات هنا بتقول لي إيه. بتقول لي يا أحبابي إن زين الشيطان لملكة سبأ وقومها أعمالهم وأغواهم كي لا يسجدوا لله الذي يخرج النبات من الأرض ويسقط المطر من السماء ويعلم كل شيء، يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا عرش يفوق عرش مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، لا عرش يفوق عرشه مهما عظم هذا العرش، تمام يا أحبابي. طب تعالوا كده مع بعض سريعا نعرف كده دعاء سيدنا سليمان نتذكره مع بعض. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ده الدعاء اللي دعاه سيدنا سليمان، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى استجاب له وسخر له جيشا من الإنس والجن والطير والوحوش، تمام. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف، نفتكر مع بعض شرح الآيات. سيدنا سليمان عليه السلام بعد أن تفقد الجيش بعين القائد العارف بكل صغيرة وكبيرة، غضب غضبا شديدا لأنه علم باختفاء الهدهد الذي خرج بغير إذن منه. قال إيه بقى سيدنا سليمان؟ سوف أعذبه أو أذبحه على غيابه هذا إلا إذا جاءني بحجة قوية عن سبب هذا الغياب، تمام؟ طيب لم ينتظر سيدنا سليمان كثيرا حتى جاءه الهدهد وتوقف على مقربة منه وقال له: علمت ما لم تعلمه أنت، وجئتك بأخبار أكيدة عن مملكة سبأ، تمام؟ قال الهدهد: عن إني وجدت امرأة تحكمهم وأعطاها الله قوة وملكا عظيمين، ولها كرسي ضخم تجلس عليه للحكم. وأضاف الهدهد قائلا أنها وقومها يعبدون الشمس، فقد أضلهم الشيطان وأبعدهم عن الطريق الصحيح،
أبعدهم عن الطريق الصحيح وزين لهم الشيطان السجود للشمس وترك عبادة الله سبحانه وتعالى. وأمرهم الشيطان وأغواهم كي لا يسجدوا لله، الله الذي أخرج النبات من الأرض ويسقط المطر من السماء ويعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال الهدهد أنه لا إله إلا الله رب العرش العظيم، أي أن لا عرش يفوق عرشه مهما عظم. تمام يا أحبابي، تعالوا مع بعض كده نشوف في القصة عبر وعظات جميلة جدا اتعلمناها. اتعلمنا أول حاجة الصدق وهنعرف ازاي، واتعلمت حاجة جميلة جدا برافو عليكم الاحترام، واتعلمت التواضع. يعني ايه؟ اتعلمت الصدق ازاي؟ الهدهد نقل الصورة اللي رآها لسيدنا سليمان من غير ما يحكم عليها، نقل الصورة زي ما هي. كمان لما سيدنا سليمان طلب منه ان هو يرسل رسالة او ينقل رسالة الى بلقيس، الهدهد نقلها زي ما هي. تمام؟ يبقى اتعلمت اول حاجة الصدق، اتعلمت تاني حاجة الاحترام. مع انهم اهل مملكة سبأ لم يكونوا يعبدوا الله، لكنه لم يشتمهم ولم يتلفظ بكلمات غير مؤدبة بل احترمهم. تمام؟ فإذا اتعلمت الاحترام، اتعلمت التواضع. فين الهدهد؟ عندما اعتذر فسيدنا سليمان قبل هذا الاعتذار لأنه كان بحجة وأمر عظيم. تمام؟ اتعلمت كمان التواضع. ليه؟ لأن سيدنا سليمان استمع لقصة الهدهد مع اتعلمت كمان يا أحبابي التواضع. قلنا إن سيدنا سليمان تقبل عذر الهدهد عندما تأخر لأنه كان بأمر عظيم وحج عظيم. اتعلمت كمان التواضع في إن سيدنا سليمان استمع لقصة الهدهد مع إنه حيوان، لكنه لم يحقر ذلك بل استمع إليه بكل تواضع. تمام؟ دي الحاجات اللي احنا اتعلمناها واستفدناها من قصة سليمان والهدهد. طيب تعالوا كده مع بعض يا أحبابي نتعرف على مظاهر الجمال. ايه ده؟ يعني الهدهد تسبب في إسلام أمة؟ أيوه، عندما نقل إلى سيدنا سليمان ما شاهده في مملكة سبأ كان سبب في إسلام أمة بالفعل. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده. وتفقد الطير، إيه الجمال فيها؟ تعبير جميل يدل على حرص سليمان عليه السلام على معرفة أخبار رعيته، وده بيدل على حسن القيادة. ما لي لا أرى الهدهد، ها إيه الجمال فيها؟ أحسنتم، أسلوب استفهام غرضه التعجب. غرضه يا أحبابي؟ التحجب. لاحظ غياب الهدهد على الرغم إن جيشه كبير، فده بيدل على على إن سيدنا سليمان كان كان بيتفقد جيشه بعين الحاكم القائد. تمام؟ تعالوا نشوف اللي بعديه. لأعذبنه عذابا شديدا، تعبير جميل بيدل على غضب سيدنا سليمان ومعاقبته للهدهد وتعذيبه. أحط بما لم تحط به، إيه الجمال فيها؟ تعبير جميل يدل على عظمة ما عرفه الهدهد. اللي بعديها، وأوتيت من كل شيء، ها إيه الجمال فيها؟ تعبير جميل يدل على عظمة ملكة بلقيس. فصدهم عن السبيل، إيه الجمال فيها؟ فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الفاء هنا في كلمة صدهم تفيد برافو عليكم، تفيد سرعة
صد الشيطان لقوم سبأ ومنعهم عن اتباع الطريق المستقيم والإيمان بالله عز وجل. تمام؟ يخرج الخبأ. طيب إيه الجمال فيها؟ تعبير جميل يدل على قدرة الله تعالى واستحقاقه للعباد. تعالوا نكمل مع بعض معاني مظاهر الجمال. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. أسلوب استفهام غرضه التعجب. تمام؟ تعال نشوف اللي بعديها. قلنا السماوات والأرض بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضحه وبيؤكد قدرة الله على إنزال المطر وإخراج النبات. إنزال المطر من السماء وإخراج النبات من من الأرض. تخفون وتعلنون. قلنا بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده أهم الأسئلة اللي موجودة معانا. ما اسم والد سيدنا سليمان؟ قلنا داود عليه السلام. بما توعد سيدنا سليمان عليه السلام للهدهد؟ أحسنتم. توعده بالعذاب أو الذبح لخروجهم بدون بدون إذن، إلا أن يأتيه بحجة وعذر لهذا الغياب. أحسنتم. كيف نجا الهدهد من العقاب؟ أخبر سيدنا سليمان بأخبار مهمة لم يكن يعلمها عن قوم سبأ وملكتهم وعبادتهم للشمس من دون الله، فبذلك نجا الهدهد من من العقاب. أشارت الآية إلى قدرة الله. وضح ذلك. الآية وضحت قدرة الله سبحانه وتعالى. حيث أن الله هو الذي ينزل الماء من السماء ويخرج النبات من الأرض ويعلم السر والعلن، يعلم ما تخفون وما تعلنون. وانتهينا من شرح آيات سورة النمل. الآيات كانت من 20 لـ 26. اتعلمنا منها حاجات كتيرة وعبر كتيرة، وعرفنا أن القرآن الكريم مليء بالقصص لنتعلم منها ونستفيد بها في حياتنا اليومية. كانت معكم أستاذة داليا فوزي، قسم اللغة العربية، مدارس الصرح الخاصة.